اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم زيانه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. فيديو ديال اليوم غنشارك معكم دويره في الدار اللي غنسكنوا فيها ولا اللي ديجا سكننا فيها. غندير معكم دويره. مهم الدار راه باقا خاويه، فيها شي شويه ديال المعينات، ولكن كما تعرفوا حنا يلاه جينا وكان عندنا الحجر الصحي، خصنا نبقاو 14 يوم في الدار، يعني ما عندناش كيفاش نديرو باش نخرجوا ولا نتقداو شي حاجه. المهم غير انا وبنتي، ما راجلي ديجا دوز 14 يوم ديالو، غير انا وبنتي، ولكن راه اكيد ان شاء الله من بعد ما غنخرجوا غنبداو هكا نتقداو شويه بشويه من كل حاجه، واي حاجه غنديرها في هاد الدار راه اكيد غنشاركها معكم ان شاء الله. ندير بكم هاد الدويره محده باقا خاويه باش نبقاو غاديين مرحله بمرحله وخطوه بخطوه متبعين معايا كلشي. الناس اللي الله تعرفوا على القناه اش كتسناو؟ الى عجبتكم ما تنساوش تهبطوا تحت من الفيديو، غتلقاو زر احمر مكتوب عليه اشتراك او لا سابوني، ضغطوا عليه وفعلوا الجرس، تفعيل الجرس ضروري باش يبقى يوصلكم اشعارات على كل فيديو كنحط. واكيد الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم. يلا ما غنطولش عليكم، ندوزوا نيشان للدويره ديالنا. غنبدا معكم من الباب، من الباب ديال الدار. هنايا هو هذا الباب ديال الدار، كاين هنايا واحد الشارج محداه، شارج راه كبير هنايا، وكاين هنايا بلاكار. هاد البلاكار عامة كيكون في كاع الديور، هنا كيكون هنا بلاصة الصبابط وبلاصة ديال تعلقة المنطوات، وهنا بالنسبة مثلا شي واحد إلا عنده بارابلوي ولا شي حاجة راه كيحطو هنايا. المهم هاد البلاكار كيكون دائما على الدخلة ديال باب الدار بحال هكا. غنجي ليكم في حدا الباب، وكتكون هذه هي الكوزينه، يعني الكوزينه كتكون مع الدخله ديال الدار. الكوزينه على هذا الشكل راها كلها بلاكارات، هادشي باش زوين هنايا كلشي بلاكارات في البيوت، في كوزينه، يعني ديما الروينه معمره غتكون ديما عندكم فين تخبيو داكشي ديالكم. المهم هنايا بلاكارات، هنا عاوتاني الفوق، هنا هاد البلاصه اللي كتبان لكم باقا خاويه هذه ديال الثلاجه، المهم حيت باقي ما خديناهاش، هذه هي البلاصه ديال الثلاجه. نخليكم بعدا هنايا بلاكارات، هذاك الشيء راه هنا. المهم مديوش على هاد التقربيله اللي غتبان لكم، المهم غير بغيت باش نوريكم كيجيو شفتو بحال هاد الشكل، يعني راه تهزوا فيه من العجب. انا راه باقا ما قاديتش هاد الشيء هنايا كيما لقيتو، كيما دابا كنوريكم فيه. المهم مازال غنطرف هاد الشيء كامل وغنقادو، ولكن خصني دابا القراعي ديال العطريه، لانه كيما تشوفوا العطريه ديالهم انا وريتكم كلشي بحال هكا في الساشيات. دابا هادي راه التحميره، هادي الثومه، المهم يعني كلشي هكا في الساشيات. الروز هنايا، المهم هادشي حتى نعاود نقادو على ما نجيب ليه القراعي ديالو. هنا عاوتاني بلاكارات، المهم بلاكارات انا هادشي باش عجبتني الكوزينه، انه كاين فين تستفي معنك معن عطا الله فين تحطو. صافي هنايا شي كيسان، هنا المعن، ولكن هادشي كامل اللي كاين هنايا مازال غادي نحيدو، ما غاديش نخليه، لانه هنا هاد البلاصه هي اللي باغا نديرها ديال هذاك الشيء اللي كتجيبوه زايد، فهمتوا، ديال الماكله اللي كتكون زايده هكا. صافي هنا معلق، هذا راه جاي من المغرب من المغرب جايباه معايا حيت عارفه ما غنلقاش هنايا. المهم هما هادو كيما وريتكم، هذه قلت لكم بلاصه ديال الثلاجه، وهذه هي البراد. البراد ولا بد منه، راه حنا يلاه فطرنا دابا نيت بواحد البريريت ديال اتاي، ولكن دوماج النعناع ما كاينش. مهم كما شفتوا هذه هي الدخلات ديال الدار، وهنايا الكوزينه. مازال كاين بلاكارات في الجهه الاخرى ديال الكوزينه اللي هما هادو، حاطه فيهم غير شي حاجه الخضره، حاطه هنايا. المهم هنا تقريبا راه كلشي باقي خاوي. المهم هذا بلا ما نحلو، هذا دايره في داكشي اللي جايبه من المغرب حتى نوري ليكم، ندير لكم فيديو خاص على داكشي اللي جبت معايا. صافي هنا ميكرووند،
الراديو ضروري الراديو ولا بد. وصافي هنايا حتى هو المهم هادشي راه باقي ما بقاتش باقي ما مستفش مزيان حتى نستفو ونقادو. وكتكون هذه الكوزينه هنايا كاينه واحد البلاصه اللي خاويه هنايا فحال من بعد ان شاء الله غنديروا فيها صالا مونجي. المهم راها كبيره هذه البلاصه اللي كتبان لكم هنا كتجي على دخلت الباب ومع الكوزينه ها هي هنا وهنا صافي. مازال هادو كنا لقيناهم في الدار هما وهاد الطابلوات راه باغا حتى نحيدهم لانهم ما عجبونيش. المهم هادو وحدين اخرين وهاد الديكورات اللي هنايا حتى هما. المهم دابا حاليا راني مخلياهم حتى نبدا نقاد ونبدا نحيد ونقاد بالحاجه بالحاجه. هنايا هاد الناموسيه اللي كتبان ليكم هادي يلاه كان كوموندها راجلي ولي بروها لينا ولكن فاش جات المهم جاتني انا صغيره ماشي هذا هو القياس اللي كنت باغا. صافي وخليناه هنايا واتصلنا بهم حتى يجيبوا لنا ما كبر منها. صافي يعني بقات في بلاصه فين حطوها فين بقات تيجيبو تيبدلوها علينا. قالنا واحد الاسبوع تقريبا على ما توصلهم لا كوموند. صافي هي هذه البلاصه نيت فين حاطه انا هاد الناموسيه هنا فين باغا ندير لا صاله مونجي ان شاء الله. نكملوا مع البيت الاول اللي هنا. هاد البيت ان شاء الله هو اللي بغيت نديرو البيت ديال بنتي. وهذا هو البيت تيجي فيها تحت هو بلاكار هنا بلاكار كله بالمرايات. المهم كاع البلاكارات اللي دايرينهم هنايا فيهم المرايات. نوريكم بلاكار راني ديجا قديت ليه حوايجها. حطيت له هنايا حوايجها مازال خصنا العلاقات هما اللي هنا راه دايره على شي جوج جاكيطات ولا ثلاثه معلقه ولا فغيف وحده حتى نخرجوا ان شاء الله وناخذهم ليها. صافي وهنايا هذا المونطو ديال راجلي حتى هو ما لقيتش ليه العلاقه غير حطيته هنايا باش ما يتكمش ليه. ولي فاليز ديالنا وهنا دايره ليها هاد السليله هكا ديال الالعاب حاطاها لها. هذه كنت جبتها معايا نيت من المغرب كنت واخداها لها من ايكيا زوينه فاش كتخوى كتجمع غير بحال هكا يعني كتولي رقيقه وكتهز يعني بلاكار راه كبير. مازال الا بغيت مثلا نزيد مثلا من هنايا لهنا نزيد شي طاجره واحده اخرى تهز ليها العجب. المهم ولكن حاليا هذه راها كافيه لانه البلاكار راه كبير هنايا. انتما راني حاطه ديجا لي فاليز وباقي هنايا اتساع باقي هنا اتساع. صافي فحال هكا ملي كنخرجوا من البيت هنايا كاين طواليت مع الحمام اعزكم الله. وهنايا بلاكار اخر حتى هو عنده ربعه البيبان. بالنسبه لهذا البلاكار هنايا انا جامع فيه شي تقربيله خاصها تحيد. مهم هاد لابواط وهاد الكرتونه هادو ديجا كانوا هنايا في الدار هما نيت اللي باغا نحط معاهم الفيزان وهادوك الديكورات دوك الطابلوات وداك الشيء باش نعطيوهم لمولا الدار. كانت حاطاهم هنا ما عرفتش واش نساتهم ولا خلاتهم ما عرفتش. مهم حتى نتصلوا بها من بعد باش نعطيوهم ليها.
صافي. ومن بعد ان شاء الله فاش غناخذ لا ماشينا لافي راه هذه هي بلاصه هي كاتبه لكم هنايا. هنايا حتى هذا البلاكار عرفتي والله الحاجه الزوينه اللي عجبتني بزاف هي بلاكارات كيبردوا القلب. بلاكارات كبار 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 انتم كتشوفوا هنايا تقريبا تكون فيهم اكثر من تكون فيهم شي مترونس هكا مترونس يعني راه تدخلي وتزيدي تكملي. صافي حاطه فيهم غير هادشي بحال هكا مخده وشي حوايج حاطاهم هنايا لانه بقى الصراحه بقى ما قاديتش بالضبط كل حاجه في بلاصتها. وهنا هنا كاينه التواليت مع الحمام اعزكم الله. المهم هادو حتى هما الطابلوات ديالها حتى ما باغي نحيدهم النهار ان شاء الله نبغوا نعطيو هذيك الكرتونه وهذيك لابواط نجمع كلشي نحيدو. غنوريكم التواليت والدوش راه هو هذا. هنايا هاد البلاصه كاين البينوار وهنايا لافابو مع هاد المرايه مع بلاكارات هنايا لتحت. ديجا راني حطيت فيهم شي حوايج المهم كما قلت لكم راني غير حطيت حتى من بعد ان شاء الله وغنقاد كل حاجه في بلاصتها. هنايا المرايه فيها بحال هكا بلاكار لداخل وكاين بلاكار اخر في هاد القنيطه. هاكا كتشي خرجوا من الحمام غنلقاو هنايا هذا الباب هو ديال بيت الناس وهذا راه كبير كما كتشوفوا. كاين هنايا واحد الشرجم بعد الدار هنايا اش نقول لكم داخل الضو من كل قنت لانه عندها ثلاثه الفرصادات من كل قنت كدوري كتلقاي الضو داخل يعني في مكان هذاك الشويه ديال الشميشه غيوصلك غيوصلك. المهم هنايا هاد لولي كان ديجا شراه راجلي ولكن صراحه فاش حتى جابو ما مقتنعش به راه باقي محطوط هنايا ما عرفناش واش نحيدوه ولا غنديبانيو بيه ولا غيعطيه لشي واحد والله ما عرفت. هذا ماشي ديالنا ديال بنتي هو راه حطيته هنايا. وكما كتشوفوا هذا هو بيت النعاس باقي خاوي فارغ. وهنا البلاكار نوريه لكم حتى هو هذا هو البلاكار. المهم راني قاديت نقصت شحال من حاجه قاديتها في بلاصتها. المهم غنخرجوا دابا من البيت ناس باش ندخلوا للصالون. هو هذا الصالون هاد لاطابل هنايا حاطه فوق من التلفازه غير حاليا. مهم احسن من بعد كما قلت لكم فاش نبدا نقاد هكا في الدار عاد نجيب طابله وحده اخرى ديال التلفازه اللي تكون شي حاجه زوينه. وهنا هذا هو الكرسي المميز عند بنتي اللي كتبقى رولاكس كتبقى تزلل فيه وتتفرج. وهنايا كاين البالكون هذا هو البالكون. المهم نوريكم الصالون عاد ندوزو للبالكون. البالكون راه كاين البرد ومع ذلك غنخرجكم هكا شويه. البالكون حتى هو راه كبير. المهم راه باقي ما بقاتش ما فياش اللي يخرج يوريكم الجهه الاخرى لانه كاين البرد
هنا حاطه واحد لابواط هادي دايره فيها هنايا مخرجها للبالكون ودايره فيها الحليب ودانون وداكشي باش ما يخسرش لينا لانه البالكون بعدا بارد ماشي فحال الدار. جاي ان شاء الله كنتمنى انه تكون الفيديو عجبكم وبطرح حتى هي عجبتكم كما عجبتني انا لانه الصراحه عجبتني بزاف خصوصا انها على الشارع وعندها ثلاثه الواجهات يعني الدار مضويه الحمد لله دار فضو كامله وفاش كيكون داك شويه ديال الشمس خارج كتوصلك من اي شارجه كتوصلك هذيك الشميشه. نتلاقى معكم الفيديو الجاي ان شاء الله خليتكم على خير وباي باي.